أصوات المولدات أصبحت سيمفونية اعتيادية في شوارع بنغازي التي تشهد شوارعها إظلاما منذ أشهر يصل لأكثر من 10 ساعات، ما أثر بالسلب على القطاعات العامة والخاصة التي يعتبر الكهرباء بمثابة شريان الحياة فيها. حال الليل لا يختلف عن حال النهار، ورغم الوعود بالإصلاحات إلا أن طرح الأحمال لم يخفف إلا لساعات قلال لم تكفي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي يتساءل عن أسباب هذه المشكلة. مشكلة الضي طبعا، الضي أهم حاجة، الناس مشكلة يعني الضي في بلاد نفطية يعني ما شيء يعني غريب. الحكومة هي المسؤولة، هي تقولنا شنو مشكلة الضي يفهمونا، احنا نديروا حل بعدهم ما يفهمونا شنو مشكلة الضي، احنا نطلعوا اللي يقطع علينا في الضي ولا احنا نطلعوا عليه شعب، احنا راقدين من الرياح نطلعوا عليه. أزمة الملف القديم الجديد التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات لم تزد فيه الوعود بالإصلاحات إلا ارتفاعا في طرح الأحمال لساعات.